السلام عليكم جميعا. سنقدم الآن الجزء الثالث أو الحلقة الثالثة من هذه الحلقات الخاصة بعلوم التربية، وفي إطار والتي تدخل في إطار الاستعداد لاجتياز مباراة الولوج للمراكز الجهوي لمهن التربية والتكوين. بالنسبة لهذه الحلقة الثالثة سنطرح مجموعة من المفاهيم والمهارات الخاصة بعلوم التربية، وهي تتمة للحلقتين السابقتين الأولى والثانية. إذن السؤال 37: ما الجديد الذي أتى به القانون الإطار بالنسبة للأطفال الذين هم في وضعية إعاقة أو في وضعية صعبة؟ تعمل الدولة على تهيئة الوسائل لتيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية صعبة من خلال وضع مخطط وطني في أجل 3 سنوات للتربية الدامجة، ثم العمل على إرساء تكوينات مهنية وجامعية متخصصة في مجال تربية هؤلاء الأشخاص. سؤال 38: ما الفرق بين التقييم الداخلي والتقييم الخارجي للمنظومة التربوية؟ يشمل التقييم الداخلي ما تنجزه السلطة الحكومية من تتبع وتقييم للمنظومة من خلال إفاد لجان وزارية أو جهوية، إلى جانب لجنة وطنية لمواكبة الإصلاح. أما التقييم الخارجي فكل ما تنجزه هيئة خارجية كالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مثلا، من أجل تقييم المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة والهندسة البيداغوجية وأداء الفاعلين وكفاية المتعلمين والتدبير الإداري ومشاريع البحث وكلفة وحجم الإنفاق. السؤال 39: ما الفرق بين الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون الإطار 51/17؟ جاء الميثاق الوطني كخطة لإصلاح المدرسة المغربية، وسمي بالميثاق لأن جميع الهيئات والمنظمات توافقت على أهدافه وتم العمل به ابتداء من سنة 2000، لكن معظم الأهداف المعبر عنها في الميثاق بقيت مجرد شعارات. أما القانون الإطار فهو بمثابة قانون ملزم صدر في الجريدة الرسمية في 19 غشت 2019 على شكل ظهير، وتدخل أحكامه حيز التنفيذ عند إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه. السؤال 40: ما الهدف من تجويد مخرجات التوجيه المدرسي؟ يبقى الهدف الأساسي هو الرفع من نسبة التلاميذ والطلبة المتوجهين نحو الشعب العلمية والتقنية. السؤال 41: ماذا نعني بالتنشئة الاجتماعية؟ التنشئة الاجتماعية هي الصيرورة التي بموجبها يتعلم الفرد منذ ولادته كيفية التفكير وكيفية الإحساس وكيفية التصرف داخل الجماعة التي ينتمي إليها، ويتم ذلك عن طريق التربية الاجتماعية التي تتولاها كل من الأسرة والمدرسة ومختلف المؤسسات الاجتماعية الأخرى كوسائل الإعلام والجمعيات والأحزاب وغيرها. وتكون النتيجة النهائية لعمل التنشئة الاجتماعية هو تكوين المواطن المندمج في بيئته. سؤال 42: ما القصد بتحليل الممارسات؟ تحليل الممارسات هي طريقة في البحث والتكوين، الهدف منها هو بناء وتطوير الكفاية المهنية لدى الممارس أي المدرس مثلا، وذلك من خلال تشجيعه على طرح الأسئلة وممارسة التفكير النقدي لعمله ولمهام التدريس التي يقوم بها، وهذا ما سيسمح له بمساءلة اختياراته وقراراته البيداغوجية بغية تطوير مهاراته وكفايته المهنية باستمرار. سؤال 43: ماذا نعني ببيداغوجيا الخطأ؟ بيداغوجيا الخطأ تصور وطريقة بيداغوجية لتوظيف الخطأ في عملية التعليم والتعلم، وبالتالي فالخطأ هو السبيل للتعلم، بحيث يتيح للمتعلم إمكانية ارتكاب الخطأ أثناء بحثه عن المعرفة وبنائه لها، كما يتيح للمدرس فرصة تحليل أخطاء المتعلم وفهم تمثلاته التي تقف عائقا أمام تعلمه، وذلك من أجل تدبير الوضعيات الديداكتيكية المناسبة لتجاوز العوائق والأخطاء. السؤال 44: ما القصد بالعائق الإبستيمولوجي؟ حسب باشلار فإن المتعلم يكون تمثلات وتصورات خاطئة عن الأشياء والظواهر، وهي بمثابة عائق إبستيمولوجي أمام اكتسابه للمعرفة العلمية. وعندما يستطيع المتعلم أن ينتبه إلى هذا العائق الذي ترسخ في ذهنه عن طريق التجربة والتنشئة الاجتماعية، يكون آنئذ قد قطع شوطا كبيرا نحو بناء المعرفة العلمية. فالحقيقة العلمية كما يقول باشلار هي خطأ تم تصحيحه.
سؤال 45: ماذا نعني بالبيداغوجيا الفارقية؟ هي تصور وطريقة في التدريس تقوم أساسا على تنويع أشكال التعليم وأساليب التدريس انطلاقا من مبدأ اختلاف القدرات والاستعدادات والاستراتيجيات التي تميز كل متعلم، وبالتالي يمكن لكافة المتعلمين بلوغ نفس الأهداف بأساليب وطرائق مختلفة. السؤال 46: ماذا نقصد بالبيداغوجيا المعرفية؟ تتميز بيداغوجيا المعرفة أو البيداغوجيا المعرفية بكونها لا تولي أهمية قصوى للمعارف والمعلومات بقدر ما تولي أهمية كبيرة لكيفية التفكير وسيرورة الاشتغال الذهني، وبالتالي فالمتعلم الذي يدرك طريقة تفكيره أي طبيعة الاستراتيجيات المعرفية والميتا معرفية التي يوظفها أثناء التعلم يمكنه أن يتعلم بطريقة أفضل. السؤال 47: ما هي مميزات بيداغوجيا حل المشكلات؟ إنها تصور وطريقة في بناء التعلمات استنادا إلى مبدأ أساسي مفاده أن المتعلم يتعلم بطريقة فعالة وناجعة عندما يبذل جهدا لحل المشكلات التي تواجهه ما دامت تحفزه على توظيف قدراته واستثمار مكتسباته السابقة. ويشترط أن تكون وضعيات التعلم المقترحة عبارة عن مشكلات مركبة وغير مألوفة مستنبطة من واقعه المعيش، بحيث يلعب المدرس دور المنشط والموجه فقط. السؤال 48: ما هي مميزات بيداغوجيا المشروع؟ بيداغوجيا المشروع هي تصور وطريقة في التدريس تقوم على إشراك المتعلم بصفة تعاقدية في بناء تعلماته من خلال العمل التعاوني الذي يفضي إلى نتاج ملموس، وهذا ما يسمح بتأسيس التعلم على النشاط الذاتي للمتعلمين وربطه بمواقف الحياة الاجتماعية. السؤال 49: ما هي مميزات بيداغوجيا اللعب؟ بيداغوجيا اللعب هي تصور نظري وطريقة بيداغوجية في التدريس تقوم على توظيف أنشطة اللعب في بناء التعلمات من خلال تشجيع المتعلم على الاستقلالية في التعلم وتوظيف كافة قدراته واستعداداته اعتمادا على وسائل ودعامات ملائمة للوضعيات وللأهداف المتوخات. السؤال 50: ما هي مميزات النظرية السلوكية؟ لعل ما يميز النظرية السلوكية في منظورها للتعلم هو كون العوامل الخارجية هي المسؤولة بالأساس عن حصول التعلم، فردود أفعال المتعلم واستجاباته للمثيرات الخارجية تؤدي إلى حصول التعلم، ولعل ما يزيد من ترسيخ مكتسباته هو التكرار أي لما يكرره من سلوكات، وما يتدرب عليه أو ما يتم تعزيزه سواء تعلق الأمر بالتعزيز الإيجابي أو التعزيز السلبي. ويستند هذا المنظور أي المنظور السلوكي إلى مبدأ تجزيء المعرفة والتدرج من البسيط إلى المعقد وتنظيم محيط التعلم بتوفير الوسائل والدعامات ثم بناء التعلمات اللاحقة على أساس التعلمات السابقة. سؤال 51: ما هي مميزات النظرية البنائية؟ من مميزات هذه النظرية التي أسسها بياجي كون المعرفة تبنى من طرف المتعلم الذي يبذل جهدا أثناء اكتسابها، وإذا كانت كل مرحلة نمائية تتميز بخصائصها السيكولوجية في التفكير فإن المتعلم الطفل مثلا يبني أو يعيد بناء المعرفة استنادا إلى عمليات الاستيعاب والتلاؤم. فعندما لا تكفي البنيات الذهنية التي تم توظيفها لحل المشكلة المطروحة يعمد المتعلم أو الذات التي تتعلم إلى التكيف مع الوضعية الجديدة بتغيير طريقة تفكيره. السؤال 52: ما القصد بالنظرية السوسيوبنائية؟ لعل ما يميز هذه النظرية التي أسسها فيغوتسكي هو أن التعلم هو بمثابة بناء جماعي يشارك فيه الفرد والجماعة التي ينتمي إليها، وبذلك فالتعلم ينتج عن التفاعل بين الفرد والجماعة أي التفاعل بين العوامل الثقافية واللغوية، ويحتل مفهوم الوساطة الاجتماعية المكانة المحورية في هذه النظرية، لأن المتعلم يمكنه بلوغ مستوى أفضل أثناء تعلمه عندما يساعده الراشد المدرس مثلا فيوجه تفكيره الوجهة الصحيحة. السؤال 53:
ما القصد بتخطيط الدرس أو الحصة؟ تخطيط الدرس أو الحصة عملية تحضير ذهني وكتابي يضعه المدرس قبل الشروع في إلقاء الدرس بفترة كافية، ويتجلى التخطيط في جملة من الإجراءات المنهجية التي يقوم بها المدرس، ينظم على ضوئها عناصر الدرس ومكوناته، أهداف، أنشطة، دعامات، تقويم، تتبع إلى غير ذلك، بغية تحقيق أهداف محددة. ويمكن للتخطيط أيضا أن يكون سنويا أو شهريا أو مرحليا. سؤال 54، ماذا نقصد بالتدبير الفعال؟ يقوم المدرس بتدبير فصله بفعالية عندما يكون قادرا على اقتراح وضعيات التعلم الملائمة لتحقيق الأهداف المتوخاة من الدرس، وضبط العلاقات البيداغوجية بينه وبين جماعة الفصل بحيث يشجعهم على العمل باستقلالية لتحقيق النجاح. سؤال 55، ما التقويم البيداغوجي؟ هو عملية منهجية تقوم على تحديد معايير ومؤشرات تستهدف إصدار الحكم بدقة وموضوعية على مدخلات وعمليات ومخرجات أي نظام تعليمي، وتحديد نقاط القوة والضعف في كل منها، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لعلاج وإصلاح ما يتم تحديده في مواطن الضعف.